هنا اليوم في هذه الوقفة الاحتجاجية اللي كاين منها العديد من الوقفات الاحتجاجية في مدن أخرى، باش نعنوا على الغضب ديالنا على الأحكام الجائرة، على الأحكام القاسية اللي صدرت بالأمس ضد المناضلين ديال الحراك ديال الريف، ضد القيادات ديال الحراك ديال الريف، مناضلين شرفاء، مناضلين أبرياء اللي ما داروا والو، يعني كانوا تيقوموا بواحد العدد ديال الوقفات يعني الاحتجاجية سلمية اللي بقات سلمية من نهار 28 أكتوبر 2017 إلى ماي 2018. ورغم ذلك يعني كنلاحظوا بأنه رغم سلمية هذه الوقفات فالنظام أبى إلا أن يحاكم هؤلاء المناضلين وأن يصدر أحكام قاسية. تلقينا الخبر الفاجعة ديال الأحكام ضد نشطاء الريف بشكل ديال مجزرة اللي كيتعرضوا لها هاد الشباب، اللي كيتعرضوا لها الأهل ديالهم، اللي كيتعرض لها القضاء، اللي كيتعرض لها دولة الحق والقانون، اللي كيتعرض لها الأمل، اللي كيتعرض لها الشباب في هاد البلاد. كنلاحظ الناس اللي خرجوا هنايا هما ناس اللي من أوساط مختلفة جدا، واللي يعني سخطوا بشكل مطلق على هاد الأحكام. كنظن بأن يعني النهج اللي غادي فيه الدولة الآن ديال الاعتماد على القمع كآلية وحيدة للتحاور مع مجتمع عنده مطالب مشروعة هي آلية، هي اختيار اللي غادي يؤدي بنا المواجهات لا تحمد عقباها بالنسبة للجميع. آن الأوان أن الدولة ترجع للعقل، ترجع للمسؤولية، ترجع للقانون، وتكف على هاد التبرهيش اللي كدير. أحكام ثلاثاء الأسود هي أحكام قاسية وأحكام صادمة، وأحكام هي في حد ذاتها عنوان على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي كنا نعتبر أنها يعني عمليا أغلقنا قوسها مع هيئة الإنصاف والمصالحة، ولكن مع اعتقالات نشطاء حراك الريف ونشطاء جرادة وما يعيشه المغرب منذ أكثر من سنة، يعني يمكن القول أننا نعيش ترديا ونقوصا حقيقيا على كل المستويات. ولكن اللي كنا سجلنا فيه خطوة إيجابية هو ما يتعلق بالحريات العامة، حرية التعبير، حرية التظاهر، حرية التجمهر، حتى هذه الحقوق وهذه الحريات التي كان قد تقدم المغرب فيها خطوة وكان قد نص عليها بصريح العبارة في دستور 2011 ها هو اليوم يتراجع عنها. كلفة هذا التراجع ستكون باهظة على سمعة البلد وعلى صورة البلد وعلى أمن المواطنين وأمن الوطن. كما يعلم العالم، لقد أجمع العالم أن الحراك الريفي هو حراك سلمي بمطالب واضحة وكما وبعيد جدا عن تهمة الانفصال كما روجت بذلك الحكومة السابقة لعبد الإله بن كيران. في الوقت الذي نرى فيه مثلا مطالب انفصالية في الصحراء، مثلا في طلب الانفصاليين في الجنوب ولا تعتقلهم السلطة، أعتقد أن هناك شيء ما غير مفهوم في هذا البلد. بكل صراحة كنعتبر بأن الدولة فقدت الصواب ديالها، فقدت الصواب ديالها. هادو ناس كيديروا الزيت على النار. هاد البلاد كنعتبر انها كنظن بانها كتستحق احسن من هذا. الجميع كيعرف بانه ما هادي غير حلقه في الحقيقه من الحلقات اللي كتبين باننا اولا امام عداله اللي ماشي هي عداله، امام النظام اللي فقد الصواب ديالو، امام تأزم ديال الوضع اللي البلاد ما هيش في حاجه له. فكنظن بانه في الحقيقه هذا تعبير على ان مازال الطريق طويله باش نوصلوا لواحد البلد اللي يمكن نعتبره انه ديمقراطي. هذه دولة فاسدة.
ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.